لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. بعد كد وعمل لسنوات كعامل فلاحي ثم كبحار على متن قوارب الصيد في مولاي بوسلهام، تمكن حميد ولد المعيطي بعد أن بلغ 40 من أن يشتري سيارة نقل صغيرة، وصار ينقل البضائع والناس معا عبر الأسواق القريبة من مولاي بوسلهام، وقد عرف خاصة في قرية للميمونة، وصار يحظى بثقة الناس يحملهم ويحمل بضائعهم إلى الوجهات التي يريدونها. كان يسكن دوارا قريبا من للميمونة، كان أبناؤه وقد بلغ كبيرهم 15 يتولون العمل في قطعة أرض صغيرة ورثها عن والده. بدا على الرجل تحسن في حالته المادية منذ أن صار يعمل في النقل، وصار يعترف له أيضا بدور اجتماعي، إذ هو على أهبة الاستعداد لتقديم خدماته في كل يوم من أيام الأسبوع وفي كل وقت من أوقات الليل أو النهار، وكما هو الحال في كل المناطق القريبة من المنتجعات الشاطئية، فإن الدورة الاقتصادية تعرف أوج انتعاشها خلال فصل الصيف. حينئذ يكاد ولد المعيطي لا يحمل في سيارته إلا القاصدين إلى شاطئ مولاي بوسلهام، يحملهم في الصباح ثم بعد العصر حين تهم الشمس بالمغيب يحملهم عائدين إلى دواويرهم. سارت الأمور على ذلك الحال حتى يوم اكتشف الرجل مقتولا في سيارته غير بعيد عن للميمونة يوم 24 من غشت من العام 2000، خلف الخبر صدمة كبيرة في الدواوير المجاورة. أكد فحص الجثة من لدن طبيب شرعي أن الرجل مات نتيجة تعرضه لطعنة في الرقبة خلفت جرحا عميقا، وكشفت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أن ولد المعيطي قام مساء ذاك الأحد بنقل 3 أو 4 شبان إلى دوار قريب من مولاي بوسلهام لحضور حفلة زفاف هناك. لم يعثر المحققون بداخل السيارة على ما يقود إلى من قتل الرجل، ولكنهم اكتشفوا أن كل وثائقه سرقت، كما سرق ما كان معه من مال هو حصيلة يوم طويل من العمل. دلت الشهادات التي تم الحصول عليها على الشبان 4 الذين ركبوا مساء يوم الأحد 24 من غشت مع حميد ولد المعيطي في سيارته، تم الاستماع إليهم، وقد أجمعوا على أن آخر عهدهم بالرجل لحظة ودعوه وذهبوا لحضور حفل الزفاف، وقد تمكن 4 من توفير شهود ممن حضروا الحفل أكدوا أنهم ظلوا في العرس حتى مطلع الفجر. من قتل ولد المعيطي إذن ولماذا؟ في الظاهر لم تكن للرجل عداوات، كان الغالب على علاقته الود والثقة. اكتشف المحققون وقد نبشوا في المحيط العائلي للضحية أن معارف ولد المعيطي لا يعلمون إلا قليل القليل، لا يعلمون مثلا أن له ابن عم يسكن القنيطرة، وأنه دخل معه قبل أشهر في نزاع حول قطعة أرض فلاحية تقع بمشارف سوق 4 الغرب. علم المحققون ذلك من زوجته التي أفضت إليهم أيضا بأن ابن عم حميد ويدعى صالح ويعمل ميكانيكيا كان قد اتصل بالهالك منذ أشهر وعرض عليه التنازل عن حقه في تلك القطعة الأرضية لقاء قدر من المال، ولكن حميد استمهل ابن عمه أياما قبل أن يرد عليه، ولما قام باستطلاع سوق العقار في المنطقة التي توجد بها القطعة الأرضية ورأى لها مستقبلا واعدا رفض التنازل لصالح الذي لم يخف غضبه وأقسم بأغلظ الأيمان أن الأرض ستؤول إليه. منذ ذلك الحين لم يظهر صالح في حياة حميد، وبدا أن الملف طوي ولو إلى حين. كان حميد يتوقع أن يأتي ابن عمه بعرض أكثر جدية وأن يتنازل عن طمعه، ولكن الأيام مرت دون أن يحدث شيء من ذلك. لم يكن صعبا على المحققين الوصول إلى صالح ولد المعيطي، كان يملك ورشة لميكانيك السيارات في حي النهضة. في تصريحاته للمحققين أبدى صدمته لمقتل ابن عمه، قال إنه لم يكن قد علم بالذي حدث. واجهه المحققون بالذي قالته أرملة حميد،
لم ينكر الرجل أن خلافا حدث بينه وابن عمه الهالك حول القطعة الأرضية التي يرثانها عن والديهما في أطراف سوق الأربعاء، ولكنه نفى أن يكون فكر في التخلص منه. قال إنه كان يوم الأحد 24 من غشت في ضيافة أصهاره في القنيطرة، وأنه لم يتوجه إلى للا ميمونة منذ عدة أشهر. على مدى أسبوعين لم يتوفر ما يمكن من القبض على قاتل أو قتلة حميد ود المعيطي. يبدو اللغز محيرا. يعلم المحققون علم اليقين أن الجاني أو الجناه سينكشفون حتما. ذات صباح من أواسط شتنبر عثر أحد المارة من سكان للا ميمونة على وثائق تخص حميد. في كيس بلاستيكي أسود عثر على رخصة سياقته وبطاقة تعريفه الوطنية ووثائق السيارة. قالت أرملته إنه كان يضع تلك الوثائق في حافظة نقود. الذي عثر على ذلك الكيس تعرف على حميد ود المعيطي من صور الوثائق وقام بتسليم ما عثر عليه في مقر القيادة. بالنسبة للمحققين فإن الأمر يعني أن من قتل حميد لم يغادر للا ميمونة. في المختبر العلمي تم اكتشاف بصمة مختلفة عن بصمات الهالك على بطاقة التعريف الوطنية. سيظهر لاحقا أنها لرجل من المنطقة اسمه أحمد السامر، يعمل على متن أحد مراكب الصيد في مولاي بوسلهام. حين طرق باب منزله رجال الدرك أبلغتهم أمه بأنه لم يعد إلى البيت منذ أكثر من شهر. علموا منها أنه غير متزوج. البحارة الذين يعرفون السامر أكدوا أن الرجل اختفى منذ أسابيع، ومنهم من ظن أنه ذهب إلى طنجة لمحاولة العبور إلى الضفة الإسبانية. لم يكن أحد يملك الخبر اليقين. عاود المحققون فحص سيارة ولد المعيطي، وقد تأكد لديهم خلوها من كل ما قد يدل على أن الضحية قاوم قاتله أو قتلته. أوحى ذلك إلى الباحثين بأن الرجل كان قبل أن يقتل برفقة أشخاص يثق بهم ولا يخشى منهم خيانة أو غدرا. ورجح المحققون أن يكون تورط في الجريمة شخصان على الأقل. في قرية للا ميمونة بدأ يتلاشى ذكر حميد ود المعيطي لأولاده وأرملته أن يتجرعوا حزنهم. ولكن الأصداء التي تتناهى إلى علم الباحثين تفيد بأن رجلا من للا ميمونة لا يفتأ يذكر حميد ويدعو له بالرحمة والمغفرة إلى حد المبالغة. الرجل واسمه المصطفى الدهم ويعرف بلقبه سطوف، كان يعمل مساعد جزار في الأسواق الأسبوعية، وكان من زبائن ود المعيطي. المقربون يعلمون أنهما ينحدران من الدوار نفسه. قد لا يكون في الأمر ما يدعو إلى الشك، ولكن مبالغة سطوف في الدعاء للمرحوم تحفز الفضول. الأكثر اطلاعا على الماضي يعلمون أن سطوف كان مغرما بتلك التي تزوجها ود المعيطي، فقد سبقه إلى بيت أهلها وخطبها. وبرغم السنين التي مرت فإن سطوف ظل يحمل في صدره غلا وكراهية لحميد. لم يحاول يوما الانتقام، بل إنه كان يبدي لحميد ودا، وكان لا يركب إلا معه حين يقصد إلى الأسواق، ولذلك لم يعتبر كثيرون إفراطه في الدعاء له بالرحمة والمغفرة مما يتناقض مع ما كان يبديه من ود للمرحوم. وضع تحت المراقبة، وذات يوم مضى إلى سوق الأربعاء، ومنها استقل سيارة أجرة جماعية إلى القنيطرة. ذهل الذي اقتفى أثره لما رآه يقصد حي النهضة. كانت وجهته ورشة الميكانيك التي يملكها صالح ابن عم حميد. كان التقرير الذي انتهى إلى الباحثين يتضمن ما يكفي من المعطيات للتركيز على سطوف. لما عاد إلى للا ميمونة بعد يومين وجد في بيته استدعاء من القيادة الجهوية للدرك الملكي. كان يجيد التمويه، ولذلك حرص على ألا يتأخر في الاستجابة والحضور. ما لم يضعه في الحسبان ربما أن يسأل عن علاقته بصالح ود المعيطي. هو مطمئن إلى أن لا أحد يعلم بعلاقته بميكانيكي القنيطرة. ارتبك حين سئل،
لم يدع له المحققون فرصة لترتيب أفكاره، فقد أبلغوه أنه شهد قبل يومين يدخل ورشته في حي النهضة بالقنيطرة. نعم ذهبت إليه، كنت أريد منه أن يجد لي سيارة مستعملة أشتريها، كذلك قال. كان يبدو ردا مرتجلا لم يقنع الباحثين. باغته باحث بسؤاله عن مكان تواجده يوم 24 من غشت، أجاب: يوم قتل حميد ود المعيطي كنت في العرائش. يبدو أن لديك ذاكرة قوية، حتى أنك تذكرت أن ود المعيطي قتل يوم 24 من غشت. سكت سطوف، بدا للمحققين أنه وقع، لا حاجة إلى مزيد من الاستدراج. باشره محقق بسؤال كان له وقع الصاعقة عليه: هل كان معك ليلتها صالح ود المعيطي؟ نظر إلى المحقق، أدرك أن قناعه قد سقط. نعم. قتلتماه معا؟ نعم. بعد القبض على صالح وتعميق البحث مع سطوف، تبين أن مصالح الرجلين التقت عند تصفية حميد. كان سطوف يريد الانتقام ممن ظفر بمحبوبته، وكان صالح يريد أن يخلو له الجو ويتصرف وفق هواه في تلك القطعة الأرضية في أطراف سوق الأربعاء. اعترف سطوف أنه من استدرج حميد ليلتها إلى الكمين القاتل. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.